5/5/2024، ليه ما نطرت ل 2025 تتزبط؟ او هالقد كنت متحمسه لهالمفاجاه؟ هالقد متحمسه انه جهزنا ناطرين لنا 5 سنين، ناطرين كله في رقم 5 وين ما كان. هي كان صراحه مفروض 2023، بس كل العوامل وكل شيء وانا خلص القدر انه يصير هلا. هلا انا بحب رقم 4 كمان، ما انا عيدي 4/4، بس انه عملنا 5/5 وتم ازعل انه 24. دخلت رقم 4 بالصدفه. زينه هلا ما حدا عم يسمعنا ومن الناس ما عم يسمعونا شو في جوا، بس نحن عارفين بيننا وبين نفسنا. قد ايه خايفه من هالخطوه اللي اخذتيها انه رح تغني؟ شوف سندي ريشار نجم وراي، عن جد لا لازم احكي. ريشار هو يعني الفوكال كوتش متابع كمان، فبلشت معه انا باوغست الصيفيه 23، وقال لي ما حتطلعي اول غنيه لتكوني جاهزه. فخايفه خايفه، بس الحماس مش خايفه رعب، لانه لو انا مش واثقه انه انا هلا جاهزه ما كنت اطلقت الغنيه صراحه. استاذ ريشار بدها تعيط لك استاذ، مع انه انت بتعلمها الفوكاليز. اداء كانت هينه زينه وكانت حاضره انه ما تعذب وتوصل للبدايه. لك بصراحه عطتني نتيجه انا تفاجات فيها بمرحله كثير صغيره، يعني ما بين شغله وتصوير وتلفزيون. بتعرف هي ديجا نجمه، يعني اخذت بطريقه بسرعه كثير، يعني اخذت النتيجه اللي انا بدي اياها. وان شاء الله انه هالغنيه تعمل بوم، وانا رح انا بقول انه رح تعمل بوم وشغل لقدام اذا الله راد. زينة كمان اندي وسيرج كثير محمسين وكثير بحبوك، وقد حسسونا قد ايه انتم تريو، يعني الافكار بتجمعكم. ايه نحن تريو الذي لا يفترق، يعني عن جد 12 سنه صداقه، وانا دائره اصحابي هن سيرج واندي، هي دائره بتتكون من هن الاثنين. بس هيك الله بحبني انه they are creative، يعني أصحاب وفي ثقة بس في creativity، فما كان عندي خيار أنا بينه وبين حالي إلا أنه يكون إخراجهم هن. ما في إلك قديت صلينا أنه طيب دايما بيصوروني هن وهيك بيقولوا لي you are the muse تبعنا. فكنت أول مرة قدام الكاميرا عن جد يعني مع سيرجو أندي، كان إحساس غريب. قديم عودين على بعض ودايما بيصوروني صوري وريلز وقصص، بس أول لقطة أخذناها إحنا غمرنا بعض أنه لحظة عن جد we made it happen يعني، وكفينا نهار. نحن اليوم حتى نبارك لزينة مكي على عمل، شو هو هالعمل تعرف؟ ما عندي فكرة، بس بعرف انه زينة she's an artist، وبعرف يعني usually الاشياء اللي بتقدمها على طول بتكون حلوة. بقى محمس تشوف صراحة، ما ركز عليك هيك جاي وعندي علامة استفهام عبالي شوف شو مخططة هالمرة وشو محضرة. قد ايه احساس زينة بالتمثيل قريب من الاحساس انت بتعطيه بالتمثيل؟ يمكن مش انا لازم اجاوبك روجي، يمكن لازم العالم يلي حضروا شتي يا بيروت يجاوبوا، لانه هالقد صدقوا هالثنائيه وصدقوا هالعلاقه يلي كانوا عم يشوفوها على سكرين. بقى كان في كيمستري كثير عاليه، وبتخيل هذا الشيء يلي نجح الدور يلي كنا عم نلعبه. بما انه انت قريب من المقربين لزينه وبتعزها وعلاقه صداقه قويه بتربطكم بيناتكم، بغير دومين التمثيل بشو معقول تشوف زينه؟ بالغنى، بالرقص، بالاعلام، تقديم البرامج، بشو بتشوفها هيك انت اليوم؟ زينه حدا بعرف انه صوتها حلو، بقى انا شاكك انه معقول يكون الموضوع يكون له علاقه بالغنى. وبتخيل الاحلى رح يكون اذا بتخلطهم سوا، يعني بتعمل اذا بدك بيرفورمانس يكون هيك شامل. بقى بتهيأ لي رح يكون باتجاه هيدي الدايركشن، بس بعد ما انا مأكد. هلا بنشوف. بتعرف انه هلا الغنى كثير صعب بهالايام، يعني صار المستمع ما بيتقبل حدا ينزعله دينته السمعيه. انت اليوم شو بتنصح لزينة في حال قررت تفوت بدومين الغنى؟ يمكن ما راح انصحها شيء، لانه هي انا مأكد انه رح تكون تعمل هيدي الشغله يلي بدي اياها، يلي هي انه تضلها مثل ما هي زينة. بعرف ما رح تكون عم تكون قريبة على ستيل حدا، رح تكون بستيلها الخاص، باللوك تبعها الخاص، بتفكيرها الخاص. زينة حدا تفكيره كتير حلو، شيز دريمر ارتست. بقى بتصور اذا بتجمع كل هالاشياء اللي هي اصلا عندها اياها رح تكون عم بتقدم شيء كتير حلو للعالم. اذا طلبت منك تشاركها ديو غنائي توافق؟ انا بعدت عن الغنى من وقتها سيلبرتي دواتس، كانت هاي اخر تجربه لي بالغنى. بتصور ليه عقدتك؟ لا ما عقدتني، بس كانت هيك شيء حلو بوقتها ومش ملعبه، عرفت. خلص كانت اي خلص حلو الشخص يعرف وين حدوده وين هو بينجح فيه، يعني انت تعتبر حالك يمكن الغنى مش ملعبك، يعني ما بتنجح فيه. لا 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 مش يعني ما بيهمني اصلا انجح فيه اذا بدك، يعني خلص هيك كانت مثل بروجرام حلو اشتركت فيه، انبسطنا وصلنا على الفاينلز وهلقد حجم الخبريه. شاريت مسلسلات تبع
معك؟ ايه كنت بعدني طالع من المسلسل ومن الديو المشاهير وهيك صارت يعني. بس انه بتمثل مع الكليب مش غلط، واي نوت، اكيد واي نوت، فينا شي نهار. ايه ايه بركي، ما حدا بيعرف. والله خبرتني انه في شيء حلو بدنا نحضره، وانا يعني زينه ما شاء الله عليها، يعني نجاحاتها والابجريد اللي بتعمله بحياتها كثير حلو، وهي من نجمات لبنان الاولى يعني، فاكيد كل شيء بتعمله حلو. فنحن موجودين ومبسوطين ومش جايين نشجع، جايين نشوف شو عاملة. بس كيف تم الاتفاق انه تكون هي مع كليب راغب علامة؟ الفكرة طلعت من عند المخرجة الأستاذة فرع علامة، كمان المخرجة كمان هي بتقربنا فرع، و اسم الله عائلة فنانين. شفت شفت، ف طلعت الفكرة واقترحت انه لازم حدا يمثل هالدور، واقترحت هي وراغب فكروا مع بعض. زينة هي الخيار الاوحد، كان مش انه كانوا عم يفكروا مين يعني، هي الخيار الاوحد وعبت مكانها بالكليب. سمعتوا شي صوتها؟ غنت لكم؟ جربتوا تدرسوا الوضع؟ معقول يزبط ديو بينها وبين راغب؟ بركي كان وجهه خير عليها مثل ما كان وجهه خير على إليسا. بدك تسأل زينة هي إذا مقررة هيك. لا لا، سمعتوا صوتها؟ جربتوا تغني؟ ما أنا لا، أنا لا، أنا وقتها سئبت إنه تقريبا وصلت يوم التصوير، بس كانت فكرة بس إنه أداء هالدور التمثيلي بقلب الكليب هيدا. نعم. والله أنا زينة ما بتخبي علي، بس حاسة إنه في سوربرايز كتير حتكون حلوة. خبرتني هيك شغلات تفاصيل بسيطة، ما كتير قالت لي عن الأمور كلياتها، بس أنا دايماً بتوقع أنه زينة كل شي بتعمله بتعمل شي مميز أو بتترك بصمة من بعدها. اليوم أنت كممثلة كيف بتشوفي زينة بالتمثيل؟ قدي قريبة منك بإحساس؟ يعني زينة يعني الكل بيوافق على هيدا الرأي، أنه إحساسها كتير عالي بالتمثيل وبتمثل بكل صدق وحقيقية. بتشجعيها تغني؟ هيك ما بعرف، بدي اسمع وبعدين بشجع. حلو، يعني ما بتحبي انه زينة تعمل اي خطوة تفشل فيها، اذا حسيتي صوتها حلو خرج بتدعميها، اذا رأيتي لها ستوب. اكيد اكيد، اذا كان هيدا الشيء كتير بيلبق لها، واذا كان فعلا صوتها هلقت حلو، اكيد بشجعها بهيدا الخط اللي ممكن تمشي. لك رح خبرك يا من الاخر، زينة حبيبة قلبي، انا بعتبرها لايك فاميلي، اشتغلنا مع بعض واكتشفت قد ايه هي شخص بجنن، وانا بالنسبة لي كلنا قطعنا بهالمراحل. ان اي مخرج عم يبني حاله عم يعمل شيء جديد مش من قلبي، من قلب قلبي، لانه بالنهاية كلنا عم نقطع بذات الصعوبات وبذات الابس اند داون، بذات المشاكل اللي ممكن نواجهها لنبني حالنا ونبني اسم مثل ما نحن بنطمح بهيدا العالم. فاكيد بدي شجعهم، بالعكس بشجعهم اكثر من حدا يمكن وصل وانفتحت البواب قدامه وكان عنده تشانسز. فبقول لهم اول ذا لك، وان شاء الله بدلهم يعملوا قصص حلوه كثير. ولزينة قد ما بدي اقول لها مبروك، وقد ما بدي اقول لها بتستاهلي كل خير، بضلني مقصر لانه حدا هيك محله كثير كبير بقلبي. الغنية الفكره انعملت اول شيء ما كنت كثير عندي معرفه بزينة، انعرضت على استاذ ريشار نجم، وزينة بتتعلم عنده الميوزيك والمغنى، سمع الفكرة حبتها كتير، كانت فكرة كتير صغيرة، وعلى أساس كاركتر زينة وشخصية زينة كملنا الغنية كلها، الكلام واللحن وحتى التوزيع، صارت هلأ لحن حضرها أكيد. بس طلبوا منك تتحضر لهذا المشروع الغنائي لزينة مكة، خفت من هالتجربة أنه هي اليوم كممثلة وأول أغنية لها تكون يمكن يا لحتي معقول تفشلك أو تنشحك، لأنه أنتوا رح تكونوا تيم وورك؟ نو ابدا ما في خوف، لانه انا عارف شو عامل، يعني اللي عامله عامل شيء كثير حلو، ومع احترامي لزينة وللكل انا بعرف شو عامل يعني. وتنقى الشخص المناسب للعمل، لانه حدا تاني ممكن ما كان رح يعمل هالشيء كله، ما حيلبق له العمل يعني. الحمد لله حتشوفوا زينة مثل ما نحن بنشوفها لزينة، يعني طالعة كثير اليجنت، كثير كلاسي، كثير طالعة زينة، يعني طالعة هي كيف بتشوفوه على طول، يعني شيء هيك فيري ادجي، فيري كلاسي، فيري اليجنت، وفي كتير هيك في يعني سيربريز حلو، في كايوس بالفيديو، ففي هيدا التاتش الكايوس كمان.
تعرف انه التمثيل غير الغنى، والموهوب بالتمثيل مش معناته انه موهوب بالغنى. قديش اشتغلتوا على زينة قدام الكاميرا كانت هينة وساعدها التمثيل انه تفرجي موهبتها بالغنى، او يمكن كانت شوي عم بتزيدها وتقول لا وشوت كات لانه شوي اكزاجيري؟ بالعكس، زينة از ناتشرال، ونحن من زمان بنقول لزينة غني غني غني، لانه عندك الفول باكج، صوتها حلو، تمثيلها رائع، كاريزما تبعها بتعقد. سو زينة عندها كل شيء بيتطلبه لتكون نجمة عالمية. بس شوفوها بالكليب حتنبهروا قد ايش از بيوتيفول، قد ايه عندها كاريزما، قد ايه صوتها حلو وقريب للقلب. فلا زينة ابدا عم تصير معذبتنا على فكرة، وابدا ما كنا نعيد اللقطة بسبب مثلا تمثيل او شيء، بالعكس كنا دغري من وان تيك ناخذ اللقطة. وزينة الممثلة كثير ساعدت زينة المغنية، يعني هيدول التو كومبينيشن كثير ساعدوا بعض بهيدا الكليب. هلا نحن مثل ما عرفتوا عاملين كليب من اخراجي واخراج اندي خوله. زينة رح تكون اول تجربه لها بالغنى وتشوفوها بكليب، فالاكسبيرينس ما في اقول لك قد ايه حلوه، لانه انت عم تشتغل مع يور بيست فريند. يعني انا زينة واندي تجمعنا علاقه 12 سنه فيهم، فحافظين بعضنا من كل النواحي ومن كل الميلات، فهيدا الشيء هيك بيكون حافظ العالم عم تشتغل معها، بتطلع احسن شيء فيهم. وهيدا الشيء اللي عملناه اليوم مع زينة. بيبقى اوقات اثنين مجوزين الا ما يختلفوا على شيء، انت واندي عشو اوقات تختلفوا بنقاط الاختلاف، وشو القصص اللي بتربطكم سوا كافكار كاداره فنان او عمل؟ ليك اللي باوقات نختلف عليه هو شغله وحده، اوقات كثير قليله الافكار، يعني نحن على طول افكارنا مثل بعضنا. اوقات كثير قليله بيكون هو فكرته غير فكرتي، فبنعمل تكنيك يا بيقنعني يا بقنعه، اذا ما حدا منا قدر يقنع الثاني بنكبها للفكره تما يصير في خلاف. اللي بيجمعنا ببعضنا هو قد ايه نحن عندنا ذات الفيجن للفن وذات الباك جراوند اذا بدك، وقلنا 12 سنه بيست فريندز، يعني لبنانيين سوا فيك تقول، وذات الشيء مع زينة، فجمعنا هيدا التريو رح نسميه زينة سيرجو اندي، وطلعنا الشيء رح تحضروه هلا بعد شوي. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.